السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله حياكم الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في درس جديد من دروس دورة بناء خدمات REST باستعمال تقنية مايكروسوفت ASP.NET Web API. تعرفنا في الحصة الماضية على كيفية إنشاء أول مشروع لنا، رأينا مكونات هذا المشروع ورأينا كذلك مكونات الكنترولر، ما هو الكنترولر ومماذا يرث وماذا يتكون ولماذا تحمل الأكشنز. وحينما نقول الأكشنز فهي الوظائف الموجودة في الكنترولر، لماذا تحمل الأكشنز نفس أسماء الـ HTTP Verbs، ذلك بغرض كما ذكرنا أنه كل Verb يتم استدعاء الأكشن الموافقة له، يعني في الـ HTTP GET سيتم استدعاء هذه أو هذه على حسب البارامترات الموجودة، إذا لم توجد بارامترات سيتم استدعاء GET الأولى، وإذا وجدت بارامترات سيتم استدعاء GET الثانية. ذكرنا أيضا أحبتي في أننا سنستخدم برنامج اسمه Postman، برنامج يسمح لنا باختبار REST API يعني باختبار الأكشنز. هذا هو البرنامج سأدخل إليه الآن، هذه هي واجهته أحبتي في الله. بعد أن تقوموا بتحميله وتثبيته ستطالعكم هذه الواجهة، يعني أدخلوا إلى برنامج Postman، هنا في Request URL سنضع الرابط الخاص بنا. الرابط الخاص بنا ما هو؟ هو الـ API Values التي ترجع لنا الأكشنز، الـ Get Action، Control C، ثم نأتي هنا ونقوم باللصق ونختار الفيرب من هنا. إذا اخترنا Get سيذهب إلى الكنترولر المسمى values، يعني هو في الأصل اسمه values controller لكن controller لا يتم استدعاؤها values، ثم سيبحث عن الميثود المناسبة للget لأننا هنا نستدعيه في الget. لو عملنا send سيعطينا نتائج الميثود، يعني هنا يرجع لنا value 1 value 2 على هذه الكيفية، هنا يرجعهم لنا على شكل جيسان. يمكننا أن نتحكم في شكل العرض، يعني نقوم بالعرض على شكل XML، هذا ليس مهما لأن طريقة العرض تختلف. يمكننا أيضا أن نضع يعني طريقة خاصة بنا لعرض البيانات من خلال الميديا تايب فورماترز كما سنرى إن شاء الله في وقت لاحق. هنا أحبت في هذا هو الـ URI وهذا الـ HTTP Verb، وحينما نعمل Send للRequest سيتم إرجاع النتيجة لأننا في وضع الجيت. لو عملنا أول شيء تعالوا بنا نضع Breakpoints، هنا الجيت اي دي، لو مررت اي دي هنا الاي دي سياتي في اليو ار ال، يعني حينما لا نضع فروم بادي كما هو الحال هنا سيتم البحث عن قيمه الاي دي في اليو ار ال. يعني لو اتيت هنا واتيت عفوا في البارامتر وكتبت اي دي قيمته مثلا 5 ثم عملت سند، لاحظوا قام بتنفيذ جيت الثانيه هاتي التي ترجع فاليو فقط، اعمل بريك بوينت هنا لتلاحظوا اين سيقف. سند توقف هنا، ممتاز. قيمة الـ ID هي 5، من أين أتى به؟ أتى به من الـ URL Parameters هنا، لاحظتم كيف أحبتي في الله. بالنسبة للـ Post سنضع بريك بوينت أيضا هنا، الـ Post تشتغل في الـ HTTP Request في الـ Post Verb وترسل معها قيمة نصية من نوع String اسم Parameter Value، لكن هذه المرة From Body ستأتي ضمن الـ Body. تعالوا بنا نلاحظ متى سيتم تنفيذ هذه الأكشن، سنزيل هذا البارامتر أو من هنا نقوم بإزالته، ثم هنا نختار البوست. البوست نفس الأكشن هنا نفس الكنترولر، والأكشن سيذهب إلى هذه الكنترولر ويبحث عن الأكشن التي تعمل في زمن البوست. هنا ما يزال في وضع التنفيذ سأقوم بالخروج من الأكشن، ثم كما لاحظنا بوست نضع الـ URL ونعمل send، لاحظوا أين ذهب، هذه المرة ذهب إلى البوست. بالنسبة للبوت نخرج ثم تمر نختار بوت ونعطيه مثلا في الاي دي مثلا 5 سنت، هذه المرة جاء بنا إلى البوت والاي دي قيمته هي 5. هنا الفاليو لن يعطيها قيمة سيعطيها نال، لأنه من المفروض فروم بادي أن يستقبل قيمة كومبلكس، يعني عبارة عن أوبجكت، لو عندنا سنراها لاحقا إن شاء الله، يعني حاليا ركزوا فقط في هذه الفيربس. ديليت نفس الكلام، سأضع بريك بوينت هنا ثم أختار من هنا ديليت HTTP Verb، أول شيء أوقف أو أخرج من الأكشن السابقة ثم أعمل send. لاحظوا أحبتي فلا دخل إلى الديليت، فهنا أحبتي فلا لو تلاحظون كل أكشن متوافقة مع الـ HTTP Verb الذي يعني يقوم بتنفيذ الأكشن حينما نرسل هذا الـ HTTP Verb. حينما نرسل ديليت HTTP Request سيبحث داخل الكنترولر المسمات values عن الأكشن التي اسمها ديلت، ليس شرطا أن يكون اسمها ديلت لكن لابد أن يبدأ اسمها بديلت، يعني ممكن أن تكون اسم الأكشن مثلا ديلت item
او مثلا بوت ارتيكل مثلا او بوست مثلا اي شيء، يعني لابد ان تبدا بهذه الفيربس حتى يعرف يعني يعرف الذي يرسل الكلاينت يعرف ما هي الاكشن او ما هي الاكشن التي ينبغي تنفيذها بناء على مقدمه الاكشن. هذا احبتي في الله فيما يخص برنامج بوستمان وكيفيه اختبار الاكشنز الموجوده في الاي اس بي دوت نت والبي بي اي. اعتقد ولله الحمد المساله واضحه، خصوصا وان الاتش تي بي فيربس تحمل نفس اسماء الكنترولر اكشنز. كما ذكرنا الاكشن حتى تكون معروفه لابد ان تبدا باسم الفيرب، يعني اما جيت هكذا او جيت شيء معين، جيت ايتم، جيت فاليو، جيت كاستمر، جيت جوب، جيت ستودنت، لاحظتم كيف لابد ان تبدا باسم اسم الاكشن، لابد ان يعني ان يبدا ب اتش تي بي فيرب معين. حينما تكون عندنا ميثود معينه لا تبدا باسم فيرب معين مثلا ديسبلاي داتا مثلا او اد كاستمر، ففي هذه الحاله اذا اردنا ان نستدعيها بال اتش تي بي ريكويست نضيف لها الاتريبيوت، سوري قبل التنفيذ نضيف لها الاتريبيوت المناسب لها. يعني لو عندك مثلا هنا public void مثلا add customer، هنا مثلا حتى استطيع استدعاء هذه الاكشن لابد ان اضيف لها اتريبيوت مثلا http post هكذا. فهنا الاسم ما في مشكله، نحن احرار في وضع الاسم الذي نريد، لكن لابد من وضع هذا الاتريبيوت. ومثل http post عندنا جميع الفيرب التي نحتاجها، ستجدون http get، http delete، http put كلها موجودة هنا. لاحظ http options، heed، patch، كل الفيرب التي سنحتاجها موجودة هنا. إذا أحبتي في الله كخلاصة، يسمح لنا برنامج postman باختبار الأكشنز الموجودة في الكنترولر الخاص بالـ ASP.NET Web API. يكفي أن نحدد الـ HTTP verb ونحدد الـ URL ثم البارامترات إن كانت موجودة، ونعمل send فيتم إرسال الريكوست إلى السيرفر، هذه أولا. ثانيا حتى تكون الأكشن معروفة على أنها ضمن إطار العمل REST API لابد أن يكون اسمها يبدأ بأسماء الـ HTTP verbs أو يكون لها اسم خاص بنا نعطيه الاسم الذي نريد، لكن لابد من إضافة الأتريبيوت الذي يحدد متى سيتم استدعاء هذه الأكشن. أرجو من الله العلي القدير أن تكون الأمور واضحة، نكتفي بهذا القدر ونلتقي في الحصة المقبلة بحول الله وقوته. دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.